السلام عليك أيها الشاب، أرى أنك هربت من زنزانتك، ولكن خذ حذرك، إن الحراس في كل مكان، ولتبقى حيا يجب عليك أن تعثر على السيف. لكي تهرب من هذا السجن عليك أولا فتح الباب الذي يؤديك إلى الخارج، لكن خذ حذرك، هناك دائما حارس أمام الآلية الخاصة لفتح ذلك الباب. حظا سعيدا أيها الشاب. دعني وشأني، إني مريض ولا أستطيع الهرب. ها؟ كأني سمعت شيئا. لا يا صديقي، إنك تتخيل، أنا لم أسمع شيئا. أظن أنك مرهق الليلة. نعم نعم، أنا مرهق قليلا. متى تنتهي هذه النوبة اللعينة؟ أريد أن آخذ قسطا من الراحة. هل أحد يسمعني؟ تعال إلى هنا، تحرك، تعال إلى هنا، تحرك، تعال إلى هنا، تحرك. لقد وجدت السيف، أستطيع أن أقاتل الآن.
ما هذا الضجيج؟ تعال إلى هنا. ماذا تفعل هنا؟ تعال يا حراس، لقد هرب من السجن. هنالك شيء في الداخل لكن لا أستطيع فتحه. لقد وجدت سوارا في داخل الصندوق.